حج وزيارة المسلمين. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، زيارة مني ونيابة عن صاحب العصر والزمان، ونيابة عن جميع أرحامي وأصدقائي وجيراني، وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ومن قلدنا بدعائنا وزيارات قربة لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي، وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك، مواليا لأوليائك، معاليا لأعدائك، مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه، عارفا بضلالتي من خالفك، فاشفع لي عند ربك. زور الشهداء والسعداء. السلام عليكم أيها الصديقون. السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين، وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. ذو العباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وألحقهم بدرك الجحيم. توجه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك فاطمة الزهراء. السلام عليكم وعلى ابنة البقيع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الشهداء الذين دفنوا معك وعلى أخيك
في الفتح العباس وعلى أختك الحمراء زينب. السلام عليكم وعلى الإمامين الكاظمين. السلام عليكم وعلى الإمامين العسكريين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة. السلام عليك وعلى أخيك القاسم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب الزمان. سيدي عجل الله لك الفال وسهل لك الرحمن وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك وتحت لوائك صلى الله على خير خلقه. اللهم كن لوليك الحجة الحسنة صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وامنن علينا برضا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره.